الشنطه دي لو سمحت. 65 اي حاجه. اي شنطه حريمي ب 65. علم الثوره. بصوا اي شنطه ب 65 جنيه. علم الثوره. 65 ايه يا عم شايلها تاني. حلوه دي شكلها حلو. علم الثوره. علم الثوره. في منها في منها لون الابيض. 65. في حد هيجيبك ب 65. بصي والكافيه ده. كلمة الثورة. كلمة الثورة. 65. 65. حلوة صح؟ بكام الطرحة ديت لو سمحت؟ بكام الطرحة دي؟ 35. دي زي اللي انت جايباها تقريبا صح؟ انت جايباها بكام؟ ولا اللي هناك ديت؟ هناك. فدي كده بكام؟ هي الكريب دي بكام؟ الكريب دي بكام؟ اي واحدة شايفة سعرها كام؟ 35. بصوا اي طرحة ب 35 جنيه يعني انا شايفه اللي هو عنده حاجات حلوه. ده كده في ميدان العتبه. بصوا قدام مستريح 25. ايوه انت كل ما تفصلي معاه هينزل معاك. هو قال لك 35. هنا فين؟ قال لك 35. ايوه بعد كده قال لك 25. لو بصيتي شويه هيقول لك 20 جنيه. بكام الشيك؟ 35. هي سيبته ب 15. حارب ورجالي ب 15. هو بيقول ب 15 لكن هو ب 35 جنيه. هي سيبته ب 15. حارب ورجالي ب 15. اي حاجه ب 15. هي سيبته ب 15. حارب ورجالي ب 15. اي حاجه ب 15. مش ب 15 يا جماعة، مش ب 15 والله، ب 35 جنيه. بصوا هنا التيشيرتات ديت حلوة قوي. السويت شيرت ده، لا ده هيبقى قصير قوي. بصي ده هيبقى حلو ده كده. بكام؟ هو فين اللي هنا لو سمحت؟ كابتن بكام؟ أي حاجة؟ أي حاجة ب 75 جنيه. ده الألوان بتاعته. هجر. بس خلاص عملتها. وده كمان اللي هو بتاع المدرسه دوت برضو يمشي خروج. يمشي خروج ويمشي مدرسه برضو ب 75 جنيه. ودوت في منه الالوان كلها اللي هو واو ده ب 75 برضو. مستحيل دوت اللي هو المسترد. وفي منه الجراي وفي الاحمر، بس الاحمر رسمه تانية. بصوا الاحمر رسمه تانية. 125. ده ب 125. حلو حطي كده مكانه ونصوره وهو محطوط. بصوا ده سعره 125. هو تقريبا بيلبس اللي هم ده مقاس اطفال. مقاس مش اطفال يعني، مقاس الاعدادي مثلا. اعدادي لو هي نحيفه شويه، وممكن جامعه لو هي رفيعه. ايه جامعه؟ لا في هنا بقى اللي هي الطويلة شوية من غير اللي هي الكنار من تحت، ونازلة من تحت زي بيضاوية كده. في أشكال تانية، في شكل تاني أهو. على فكرة من جوه القماش اللي هو اللي بيدفي، مش عادية. أمال بقى اللي هم القصيرين دول الكب دول بكام؟ 75. 75 برضو. وفي كمان دوت. بصي ده حلو قوي، خفيف. بس خفيف فعلا. اللي وراه اتقل بقى. مسكيه كده. حلو قوي ده، تقيل جدا على فكره. باين اصلا. وفي منه الاحمر. لا الاحمر ده قصير. تعالي اهو. بكام الجاكيت؟ 130. بصوا الجاكيت دوت ب 130 جنيه اهو. بيتباع 160 و170. بيتباع ب 160 و170. هقول لك 120.
بصوا كمان في اللبس اللي هو الصبياني او الولادي اللي هو مثلا ايه رابعة ابتدائي وخمسة ابتدائي واولى اعدادي وكده للصبيان. ده الموضة اللي نازلة جديدة اللي هو بيبقى تيشيرت وعليه زي شميس كده، بس هم اكيد قميص عشان الشميس ده عندنا احنا بكم وليه سوستة كده شكله حلو قوي، بس مش جينز يعني قماش اللي هو القماش الجبردين. سعره كام ده لو سمحت؟ سعره اوفر قوي، 250 جنيه يعني. وفي بقى اللي هو المقفول ايه، بصوا دي الحاجات اللي هي عنده، ويلبس برضو شبابي يعني كوتشات هنا، وهنا الكوتشات بقى كتير قوي ب 50 جنيه. اي كوتش حريمي هنا ب 50، اي كوتش هنا ب 50، اي كوتش حريمي اطفال هنا ب 50، اي كوتش حريمي هنا ب 50، اي كوتش هنا ب 50، اي كوتش حريمي اطفال هنا ب 50. وديت الشنط زي اللي احنا لسه شايفينها، بس الالوان بقى بتاعتها كلها واليد بتاعتها اللي هي السلسلة دي حلوة، الكشمير دي. حلوة بكام المفرش ده لو سمحت؟ بكام؟ 45. بصوا ده طقم كده على بعضه اللي هو بتاع اوضه النوم ب 45. كم قطعه؟ 4 صغيرين وحته كبيره. بتاع اوضه النوم. في عندك اللي هو اللون اللي هو على النبيتي ده، واللون اللي هو الفاضي ده، الوانه دي كلها، بس في مدور وفي مربع على حسب ما انت عايزه. في لو تمام. وبتوع النيش بقى بكام؟ اهو ديت. لا انا بقول على ديت. خمسة وسبعين. كم واحدة؟ ستة. دول ب75 جنيه. في 12 واحد الحجم دوت اهو، الحجم اللي هو المربع ده 75 جنيه. بقولك ايه، عارف طبعا في هنا برضو عبايات كده اهي، وبرضو في المفارش والحاجات ديت برضو عند ناس كتير قوي يعني. طول ما انت ماشيه كده هتلاقي مفارش وهتلاقي حاجات كتير قوي. في بقى النجف كده والحاجات دي، تعالوا نسال عليها بقى برضو. بص الاشكال كده، الاشكال اللي هنا حلوه قوي، حاجات بقى للريسبشن وحاجات للاطفال وكمان اوضه النوم والمطابخ والحاجات ديت. ده اشكالها صلاه ذهبي ولا فضي؟ حلوه قوي ديت بقى. قول يا تديها من الذهب. بصوا ديت تحس اللي هي ضخمه قوي بصراحه، دي اللي حلوه عجباني، شكلها حلو كده، الكريستال بتاعها حلو. عشان نساله كده بكام ديت؟ دي كام؟ 820. 820. واللي فوقيها دي 750. دي ب820 واللي فوقيها ب750. هو اول الشارع، هو اول واحد واقف في الشارع. ثاني واحد انت دي فرشة. طب معلش، هو ثاني واحد دي فرشه لوحديها ودي فرشه لوحديها، تمام كده. في طبعا بقيه الشارع بقى النجف بقى كله يعني. بصوا دي برده حلوه قوي، شكلها حلو قوي. بكام ديت لو سمحت؟ هي عامله 380 جنيه بقى. بصوا هو سعرها 380 تمام كده. وفي بقى النجف اللي انتوا شايفينه دوت والاشكال الصغيره قوي يعني، دي حاساها دول الاثنين في بعض، بس دي صغننه. بصوا